عملنا المينيو بقى اللي عملنا المينيو خلاص. وبعد ما عملنا المينيو بتاعتنا عملنا التول بار اللي احنا بنسميه التول ستريب والمينيو ستريب خلاص. وعملنا فلاشه وحطيناها في البروجكت بتاعنا. ودلوقتي جه الدور ان احنا نكمل بقيه العناصر بتاعه الشاشه بتاعتنا. طبعا بنكمل عناصر الشاشه بتاعتنا بناء على الحقول اللي موجوده في الداتابيز. يعني لو انا رحت مثلا فتحت الداتابيز كده هلاقي ان احنا كان عندنا كذا حاجه اساسيه زي رقم العميل. احنا دلوقتي بنعمل شاشه العملاء زي رقم العميل، اسم العميل، جندر نوعه ميل ولا فيميل، الادرس، العنوان، الفون، رقم التليفون خلاص. فعايزين نبدا نحط الحقول دي. انا هخش باليوزر نيم بتاعنا اللي كان اسمه مش فاكر، سلام بس كده. يبقى انا عايز احط، طبعا انا احط اول ليبل، افتح من كومن كنترولز انزل ليبل، طبعا الاوبجكت براوزر، جدول، عندي جدول الكاستمر، على ما يفتح نزلنا ليبل هنا. الليبل مكتوب بالاسود، انا يمكن عايز اخلي لون الكتابه كحلي شويه او ازرق شويه او حاجات من الحاجات دي. فممكن اقف على الليبل واغير لونه، او اقف على الفورمه ذات نفسها كده في اي حته فاضيه على الفورمه كلها عشان يبقى اللون لكل العناصر اللي هحطها. واختار الفور كلر، الفور كلر احط لون مثلا نيفي مثلا خلاص. بقى اتحول اللون معايا بنفس المنظر اللي انا اخترته. اجي على الليبل دوت واقوم جاي في الخصائص في التكست بتاعته واقوم كاتب كاستمر اي دي ماشي، وانزله تكست بوكس. انا بحب التكست بوكس اكون ظابطه، انتوا شايفين عارفين طبعا المنظر ده طبعا عادي تكست بوكس عادي، بس انا ما بحبش منظره، بخلي البوردر ستايل بتاعه بيبقى فيكسد سنجل. لما بعمله فيكسد سنجل بيطلع بالمنظر ده، يبقى خطه واضح كده خلاص، البوردر بتاعه بيبقى واضح كده. كاستمر اي دي، انزل ليبل كمان ليه السوب بعد اذنكم، كاستمر نيم، وانزل له تكست بوكس، ولا اخد من ده كوبي كده بتنسيقه واعمل بيست. بعد كده عندي الادرس بيست، الفون بيست خلاص. لا جندر هيبقى مش تكست بوكس، هيبقى حاجه يختار منها يا ميل يا فيميل. يعني ده طبعا عايزين نعمله عايزين نعمله الادرس. صب بعد اذنكم، وليبل تاني انزله لي الفون، ويا ريت نقفل بقنا شويه. الادرس ده طبعا مكان كبير، المفروض اخليه يعني يكتب رقم يعني كذا سطر. وممكن اجي من هنا ومختار كلمه مالتي لاين، اجي من هنا واختار مالتي ايه، مالتي لاين، دي كده اتاحت لي ان انا اخلي التكست بوكس بتاع الادرس كبير، اتاحت لي ان انا اخلي التكست بوكس بتاع الادرس ايه كبير. لو انا عايز اخلي فيه سكرولنج زي ده كده، لو انا عايز اخلي فيه سكرولنج زي كده اقوم جاي واقف عليه، ومن الخصائص اقوم جاي على سكرول بارز واختار فيرتيكال سكرول بار، يعني عمودي، طلع لي فعلا الايه السكرول بار هنا. كلام جميل. عشان اظبط الليبولات دي او معلم عليها كلها كده، واقوم جاي عامل لها ايه اللاين ليفت، كلهم بقى ايه متحازين شمال على نفس الخط، نفس القصه بالنسبه لدول.
اخليهم برضو الاين ايه ليفت كده كلهم متحازين شمال. كلام جميل. عايز احط بس الجندر. طيب فاضل لي جندر, والجندر طبعا يعني يميل يا فيميل, فطبعا هيبقى عباره عن اختيار, فانزله كاختيار راديو باتن اللي هو اختيار يا ده يا ده. احطه الاول في حاجه اسمها كونتينر. كونتينر يعني حاويه, حاويه يعني حاجه واحط جواها حاجات. خلاص بحط من كونتينرز انزل حاجه اسمها جروب بوكس, انزل حاجه اسمها جروب ايه جروب بوكس. جروب بوكس قال لي هتسميه ايه, قلت له هسميه جندر. طبعا لو لونه مختلف ممكن اغير الفول كولر مفروض يعني. طبعا ده عباره عن ايه شايفين انتوا, يعني اطار كده ملوش ما هوش حاجه, هو عباره عن شكل بس وتنسيق. هو ليه فكره تجميع بس ما علينا من فكره التجميع دلوقتي, شكل بس كده وتنسيق. جندر ومن الكومن اختار له ادي راديو باتن, اكتب فيه كلمه ميل, واختار راديو باتن تاني اكتب فيه كلمه في ميل. خلاص واحد تحت وواحد فوق, ممكن اقول له ايه اللاين توب, حطه قصاد بعض كده بالظبط, واصغر على قد الايه على قد المطلوب. شكلها عفش شعات الزبد, اجيبهم هنا كده. طبعا ده مفروض يبقى في عندك حتة كده تنسخ الشاشة بتاعتك. متهيألي كده مقبولة. خلاص بس اقرب دول شوية كده. لا مظبوط على الطرف بالملي, او لو انت عايز تظبطه مع التكست بوكس يعني. صوت يا ابني صوت, لو علمت عليهم كلهم كده قلت اللاين توب. لا مظبوطين بالملي, انت تحس ان في اختلاف لكن هو مظبوط. خلاص طيب ممكن ده يطول شويه كده على ده النيم, يعني حاول تنسقه بشكل ما. بعد كده عندي زراير التحريك والاضافه والتعديل والحذف والبحث والكلام ده كله ثابتين, فممكن انزل واحد زرار ده اللي هيبقى مثلا بتاع السجل الاول, هعمله بالمنظر ده. بعد ما ظبطت حجمه اخد منه كوبي عشان يطلع الباقي بنفس الاحجام عشان اسهل على نفسي. الثاني الثالث الرابع احطهم في النص كده, هو في نص الشاشة بالظبط. ده خليه اتنين للسجل السابق, ده السجل التالي, ده السجل الاخير. ايوه يا ابني ايوه. خلاص طيب بعد كده طبعا في واحد مسافته قريبة وواحد مسافته بعيدة, والجنان الرسمي ده ممكن اقول له ايه مش عايز انكريز, انا عايز ماشي. دي تقريبا ظبطتهم ماشي. عايز بعد كده احط الايه, لا ما ظبطتهمش, مش هي دي, هي دي اللي تظبط المسافات مظبوط بقى قد بعض بالظبط.
عايز بعد كده احط زرار اضافه تعديل حذف بحث مش عارف ايه الكلام ده كله. عايز ايه؟ اكمل اكمل احط زرار كمان. بعد اذنكم بعد اذنكم اد نيو اتنيلوا اسكتوا. بنفس حجمه كده عشان بيبقى نفس الحجم. واضيف كمان واحد كمان زرار اسميه ابديت تعديل. كمان واحد اسميه ريموف او ديليت اي حاجه مش تفرق. واحد تاني اسميه فايند. اضبط المسافه ما بينهم بده. في ايقونه هربانه مني تعب بتاعت ايه؟ ايوه دي هي دي اللي هربانه مني. اسمها ميك هوريزونتال هوريزونتال سبيسنج ايكوال. ماشي واخليهم في النص بده وارفعهم من فوق كده تمام كده خلاص. مش مظبوطين ولا ايه؟ ما مظبوطين. ماشي على العموم انا ممكن اوسع دي كده سنه تحت واجيب هنا ليبل هنا في الحته دي اللي يقول لي انا في ريكورد 5 او في 10 انا في او مثلا انا في السجل الثالث من خمس سجلات كده يعني. فطبعا ده مش هيبقى مكتوب جواه حاجه. مش هيبقى مكتوب جواه ايه؟ جواه حاجه خالص يعني. امسح اللي مكتوب جواه طبعا هيتوه مني ان حجمه هيبقى نقطه. حجمه هيبقى ايه؟ نقطه لان ما فيهوش اي محتوى. فممكن اسميه بالمره قبل ما انسى اسميه ال بي ال بوزيشن. فاكرين بوزيشن؟ ال بي ال بوزيشن عشان يبقى هو ده اللي هطلع فيه المكان. حلو. فاضل لي بعد كده عندي اروح ابص في الكاستمر بقى. انا خد بالك انا كده رسمت نص الشاشه وانا معتقد النص ده سهل مفيش اي مشكله خالص. تكست بوكس على حسب الحاجات اللي عندك وخلاص. لكن في جزء تاني مهم. ايه هو الجزء التاني ده؟ طبعا الشاشه كبرت مننا قوي. طيب انا عايز اعمل ايه؟ ابص كده بقى على الميثودز اللي عندي. ابص على الميثودز اللي عندي واحاول اشوف انا هعرض كل ميثود ازاي. ودي حته فيها طبعا على حسب مشروعك ابتكار على حسب مشروعك. لو انا جيت بصيت كده على الكلاس دايجرام هلاقي عندي هنا في الكاستمر اللي عندي اد ماشي ابديت ماشي ديليت ماشي. كل ده عملناه في الزراير صح؟ ها اول ديتا اول ديتا دي مفروض تعرض لي كل بيانات العملاء في شكل ايه؟ شكل جدول. انا عايز اول ديتا دي خد بالك بقى يا ريت تاخد بالك وتبطل رغي. سمعني يا محمد؟ ايوه انت. يبقى المفروض دي هتطلع لي كده. هتطلع لي شكل جدول في بيانات كل العملاء. مش ده التخيل؟ طيب دي واحده. الثانيه يبقى كده قول ديتا عرفنا نتخيلها. اللي بعد كده حاجه اسمها اول اوردرز. طب اول اوردرز دي كل الاوردرات اللي عملها عميل. كل الاوردرات اللي عملها ايه؟ متخيل برضه ان هيبقى شكلها عامل كده. والله
استعجل اختفوا الوقت عليه بقى الساعه 12 كده كنت هتبقى ده المطار ما كناش شغال روح المطار خلاص انا الكلام ده نروح بالليل مين ليه محمد صلاح مين انا واقف ايوه محمد صلاح انت عايز سقطوك بس روح بس عايز يغير كده احنا عرفنا تقريبا في الكاستمر الاد ايه ده احنا فين اهي الاد الديليت احنا فين دلوقتي ايوه هو الكاستمر ده الاد والديليت والابديت والاول داتا والاول اوردر صح كده في عندي اوردر ان ستاتس اوردر ان ستاتس دي اللي هي ايه ابعت له مثلا كلمه ويتنج هيجيب لي كل الاوردرات الويتنج ابعت له مثلا كلمه اندر لانش هجيب لي كل الاوردرات الاندر لانش ابعت له كلمه فينيش يجيب لي كل الاوردرات الفينيش او ابعت له كلمه كانسلد يجيب لي كل الاوردرات الايه الكانسل انا ممكن اعمل حاجه كده بحيث ان انا اوفر احنا عارفين دي تحت الكاستمر صح ودي كانت بتعرض كل الايه كل الاوردرات انا ممكن الم الحاجه دي في منظر في خيالي ان انا اعمل راديو باتل كده اسمه اول لما يعلم عليه يجيب لي الكل راديو باتل كده لما كلمه فينيش لما معلم عليه يجيب لي كل الفينش بنفس الجريده ايوه يعني بنفس الجدول تدوس كده يجيب لك اول كل الاوردرات تدوس كده يجيب لك كل الاوردرات الفينشد كده يجيب لي كل الاوردرات الايه الكانسل كده الاوردرات الويتنج بحيث ان هو انا كده جمعت ما بين ايه الاثنين فانكشنز في نفس العرض الاثنين فانكشنز في نفس الايه بنفس العرض كلام جميل يبقى عرفناها ماشي ودي كمان عرفناها orders value orders value قيمه الاوردرات كلها ممكن احط قيمه الاوردرات كلها طبعا كنت ممكن اعمل حاجه ثانيه جميله ان انا احط قيمه الاوردرات الفينش قيمه الاوردرات الكانسل قيمه الاوردرات مفروض يعني بس ما علينا احنا عملنا اللي هي قيمه الاوردرات كلها يبقى انا مثلا ايه التوتال صح ممكن هو بيعرف نفس الجريد ده انا احط له التوتال بيساوي وبطلعه له نفس الحته اللي تحت دي على طول عشان دي بتعرف الاوردرات يبقى جنبيها الايه اجمالي الاوردرات يبقى منظر انا بتخيل لسه انا بتخيل ممكن تخيلك يكون غير مختلف عني خلاص يبقى كده عرفنا الاوردرز فاليو اوردرز فاليو ستاتس هي موجوده يا جدعان لما حطيناها وقلنا مش موجوده عندنا في الكتاب وقلنا مش مشكله صح اوردرز فاليو ستاتس يعني اجمالي الفينش اجمالي الكانسل اجمالي الويتنج اجمالي الكلام ده كله خلاص طيب ممكن في حاجات تانية ممكن اعدها سهله عد الحاجات اللي في الجريد ده سهل يعني انا عايز اجيب اي عدد في الجريد ده سهل يعني مثلا انا عندي دي الاوردرات صح لو انت عايز تعد عدد الاوردرات اللي عمل لها اليوزر دي سهله لان انت هتعد الايه العناصر اللي موجوده في الايه في الجريد يعني مثلا اقول له ايه نمبر اوف اوردرز فور ذيس كاستمر كذا عدد الاوردرات الخاصه بالعميل دوت 3 او 4 او عمل 20 اوردر يعني دي سهله انا كده تخيلت المنظر بتاعي طبعا عشان احط الاثنين دول في الشاشه الكبيره دي كمان طبعا عايزين ايه شاشتين تاني او نقلب الشاشه ونحط شاشه تانيه تحتيها خلاص عشان نقدر نحط كل الهيصه دي طبعا انا هعمل كده فعلا هعمل حاجه اللي عشان اقدر اقلب الشاشه كده واحط في الشاشه اللي تحتيها حاجه اسمها تابز كنترول تابز يعني ايه تاب نظام التابات اللي هو كده يعني مثلا فيجوال ستوديو عندنا اهو بص ادي واحده ايه يا ابني ما تدوس الرزاله دي او بص هنا كده صح لا كام شاشه دول كتير قوي صح لا دول ايه كتير فاهمين الفكره انا عايز اعمل نظام التابات ده عشان يبقى عندي صفحه اقدر اقلب الصفحه اللي بعديها كده يعني خلاص احط نظام طبعا فصل صدقوني يعني انتوا شايفين دلوقتي شايفين حركة ايدي؟ لا دلوقتي بقى سوبر رزقكم عايز انزل من مجموعة اللي اسمها كونتينرز خدنا من الكونتينرز من شوية خدنا حاجة اسمها جروب بوكس هننزل حاجة المرة اسمها تاب كنترول حاجة اسمها ايه؟ تاب كنترول هنزل التاب كنترول اللي اجهزته فصلت يبص مع حد من زمايله وهو شويه هتلاقي جهازك لقط تاني هو بس على ما يفوق يعني نزلت تاب كنترول اهو التاب ده بيديني امكانيه ان انا اعمل صفحات كتير تبقى دي صفحه ادوس على دي تبقى دي صفحه تانيه
لو انا عايز اضيف واحده ثالثه اضيف واحده ثالثه الى اخره. هاجي على الاولانيه كده على الاولانيه صب بعد اذنكم. مين اسماعيل محمد اسماعيل؟ اقف كده جوه البيج وقام جاي كده على التكست وبدل ما اقول له كده اقول له كاستمرز اللي هي كل العملاء كاستمرز خلاص. التابه الثانيه التابه الثانيه تاب بيج 2 اقف في النص كده يعني يطلع العلامه دي هنا مش هبقى واقف هنا كده لا كده بتكلم على الكنترول كله كده بتكلم على البيج دي بس كده بتكلم على البيج دي ايه بس او جاي عليها كده ومسميها اوردرز فور ذيس كاستمر يعني الاوردرات اللي بتخص العميل ده الاوردرات اللي بتخص العميل ده اتفقنا في الكاستمر هيطلع لي هنا ايه جريد بس فيها كل بيانات العملاء جريد ده فيها كل جريد ده يعني جدول شكل الجدول هقوم رايح من المجموعه اللي اسمها داتا دي ومنزل هنا حاجه اسمها داتا جريد فيو عايز انزل حاجه اسمها ايه داتا جريد فيو منزل داتا جريد فيو هنا طبعا شكلها كده بايخ كده ورخم بس هي المفروض فيما بعد يبقى شكلها حلو ليه شكل جدول عادي ليه شكل جدول عادي طبعا الباك جراوند كلر بتاعها شكلها اخي خالص نختار لها لون كده يعني تماشي مع الالوانات اللي احنا مختارينها مثلا ده ماشي خلاص نعم صورتي يا بني ادم ده يطلع مكانها جدول دي بعد كده ما تيجي ترن هيطلع مكانها شكل الجدول شفت الجدول في الاكسس كده شفت الجدول في الاكسس كده شكل هيطلع هنا في الحته دي في المربع ده مش هيقعد صورتي خلاص ماشي الصوت نعم بص الناحية التانية انت المفروض بعينيك دي ما تبصش حتة عشان كل شوية نبص على جهاز توقفوا لهم خلاص طيب عايز بس من مرة اجيب عدد الكاستمرز اللي موجودين عندي فممكن انزل من هنا من الكومن كنترولز الحاجات العامة انزل ليبل واكتب فيه نمبر اوف كاستمرز يعني عدد العملاء كذا عايز اطلع عددهم طبعا احط قدامك هنا ليبل اطلع فيه العدد بتاعهم طبعا افضيه لما افضيه يبقى نقطه هيتوه مني قبل ما يتوه مني اديله ايه اديله اسم اسميه ال بي ال كاست كاونت كاست ايه كاونت يعني عدد الكاستمر حلو ويا ريت تبطلي رغي الناحيه الثانيه عايز جريد ده برضو ممكن اخدها كوبي من دي بدل ما اضيع وقت في التنسيق واجي في اوردر دي مش هتنفع دي ماشي قام جاي عامل بيست اصغرها سنه احنا اتفقنا يبقى في عندنا انزل هنا انزل ليبل الاول واكتب فيه سيلكت الاوردر ستاتس اختار لك الحاله اللي انت عايزها ومنزل اللي هنا بقى راديو باتون كده في كلمه اول يعني لو انت عايز كل الايه كل الاوردرات لو انت عايز كل الايه كل الاوردرات وانزل واحد تاني اقول لو عايز الويتنج لو عايز الاوردرات الايه الويتنج انزل كمان واحد هنا وخليه الاندر لانش واحد للفينيشد واحد اخير للكانسلد وخليهم كلهم كده على فوق وحط دي كده قدامهم
واخلي الباي ديفولت يعرض الاول، يعني باي ديفولت يبقى يعرض مين الاول، فاروح هنا لخصائص اسمها تشيكد. تشيكد يعني ايه تشيكد؟ مختارها وجاي هنا من تشيكد وعملها ايه ترو، خلاص بقى دي كده متعلم عليها كده. فيها مشكله طبعا الجندر برضو ميل في ميل، ممكن اخلي مثلا معظم الناس اللي بتيجي تشتري مني الخشب والحاجات دي تبقى مثلا ذكور، او جاي برضو تشيكد وخليها ايه ترو، خلاص بقت هي باي ديفولت، ليك حق تغيرها بس هي الباي ديفولت خلاص. طيب عايز احط في الاخر هنا ليبل هنا واكتب فيه التوتال او التوتال اوف اول اوردر، الاجمالي بتاع الاوردرات، واجيب هنا ايه ليبل كده بطلع فيه الاجمالي. طبعا الليبل ده هسيبه فاضي عشان هيختفي مني، اسميه ايه اللي بيقل توتال فاليو القيمه الاجماليه، وانزل كمان ليبل هكتب فيه ايه ده بقى في التكست، اكتب مثلا نمبر اوف اوردرز، نمبر اوف اوردرز فور ذيس كاستمر، عدد الاوردرات للعميل دوت، عدد اوردرات العميل ده كام اوردر، يعني عمل عندي كام اوردر، واحط قدامه برضو ليبل ابقى اطلع فيه الايه العدد. طبعا هيتوه مني انا عارف، لو هيتوه منك وانت قلقان ممكن تعمل له لون، يعني نخلي له ايه باك جراوند كده مثلا، او لون يكون اخف شويه بس يكون واضح زي ما احنا شايفينه كده. واما اجي امسحه ما امسحهوش احطه مسافات، احطه ايه مسافات، فيطلع لي بالمنظر ده عشان حتى لما اجي ادوس عليه ابقى عارف ان في حاجه هنا خلاص. واقوم جاي هنا مسميه اللي بيقل كاونت اوردر، عدد الاوردرات، واللي هنا اللي كان مخفي اللي هنا كان في واحد هنا اهو مش لاقينه، اهو ده عيبه بقى. هو ده شايفينه بقى رخم ازاي، ممكن برضه اديله لون علشان ابقى اعرفه واحط مكانه ايه مسافات كده عشان ابقى شايفه، عشان ابقى ايه شايفه كده اقدر اشوفه ادوس عليه عادي. المهم بعد انت وبعدين لو جينا بصينا بس، تعال نبص نتفرج بس على منظر الشيء اللي احنا رسمناه، طبعا احنا لو برمجناها قلبنا يقف، بس المهم ايه نشوف بس منظرها اللي احنا ايه رسمناها. يعني ادي الشاشه بتاعتنا خلاص، هيبقى هنا في البيانات بتاعتنا زي ما احنا شايفين، بقدر ادوس على الزرار تنقل ما بين السجلات، يطلع لي هنا كل الكاستمرز هنا عددهم كام، لما تقل اول اوردرز فور ذيس كاستمر هنا بيعرض لي كل الاوردرز، هنا بيعرض لي كل الكاستمرز او كل الاوردرز بتاعت الكاستمر ده، الويتنج او الاندر لانش او الفينيشد او الايه كانسل، وهنا على طول جايب لي اجمالي كل الاوردرات اللي عملها، وهنا جايب لي ايه عدد الاوردرات اللي عملها العميل دوت. انا شايف ان دي في واحده قريبه كده مسافه، وفي واحده لازقه في واحده، وفي واحده بعيده عن واحده، نعمل دي كده ويبقى خلصنا رسمه الشاشه، ونقول يا هادي ونشوف هنبرمجها ازاي خلاص. اعلم عليهم فين الزرار اللي كان تايه مننا، هو ده اهو كده بالظبط، عملهم ايه سوى المسافات اللي ما بينهم وبين بعض مظبوط. عايزين نبدا بقى نشوف البرمجه بتاعتنا دلوقتي بقى المفروض نعمل ايه. قبل ما نبدا نبرمج برضو محتاجين نستنى نسمي العناصر بتاعتنا الاول قبل ما نبدا ايه نبدا نسمي كل العناصر بتاعتنا قبل ما نبدا نبرمجها.
ودي الغلطه دايما ان الناس بتقع فيها، لان غلطه ان انت تسمي صح يبقى في البرمجه هتشتغل غلط، لان الحاجه الوحيده اللي ما بين تصميم الشاشه وما بين البرمجه هي الاسماء. هي مين الاسماء؟ هنقف على ده واسميه txt cast id صوت، txt cast name، txt address، txt phone. الراديو باتون بيتسمى لوحده، بختصره rdo اختصار راديو باتون، راديو ام rdo ام اللي هو الميل، rdo f اللي هو في ميل، الزراير بي تي ان ده طبعا ده ايه ده لاست، ده لاست دوت بي تي ان نيكست، ده بي تي ان بريفيوس او بريور سابق، باك دي باك لمين، باك الاول ولا باك اللي قبليه، btn first خلاص btn first. اسمي الزراير بتاعتي btn add صوت، btn update، btn delete، btn find. كلام جميل. اجي للجريده اللي عندي دي، الجريده دي اسميها ايه؟ في النيم اسميها دي جي في، دي جي في اختصار داتا جريد فيو، دي جي في كاستمر. طبعا الليبل ده مش مهم اسميه لان ده ليبل عرض، ما يهمنيش، ما يهمني الليبل المستخبي الرخم اللي كان هنا اللي مش هلاقيه، هو ده اللي اتفقنا نديله له عشان نبقى شايفينه بعد كده. ايوه سميناه بس مش شايفينه، اديله لون واحط في الايه في التكست مسافات عشان ابقى اشوفه كده. خلاص ده كنا مسمينه اللي بيقول لي كاست كاونت. خلاص ماشي، اروح هنا الناحيه الثانيه، دوت مش مسمينه، لازم اسميه ار دي او اول، ار دي او ويت، ار دي او لانش، ار دي او فينيش، ار دي او كانسل. خلصنا؟ لا طبعا لسه ما سميناش دول، كل حاجه هتسميها. خلاص انا هختصر بس كل حاجه اسميها دي شويه، كفايه الاساسيين دول. خلاص طيب، بعد ما سميته كل حاجه وجهزت الشاشه بتاعتي وبقت مظبوطه وكله تمام تمام، المفروض دلوقتي نبدا يعني نتجه للبرمجه. دي كانت خطوه 8 4 8 5 في الكتاب عندك صفحه 311، البدء ببرمجه الشاشه، البدء ببرمجه الايه، ببرمجه الشاشه بتاعتنا. احنا خد بالك من حاجه، احنا المفروض ان احنا برمجنا عدينا الخطوات اللي هي هقول لك عليها دلوقتي، الخطوات كلها اللي احنا عديناها لغايه دلوقتي، ان احنا بعد ما خلصنا كل الكلاسات بتاعتنا خلينا كل الكلاسز تورث من مين؟ من الورك تيبل. خلينا كل الكلاسز تورث من مين؟ من الورك تيبل. وخلينا كل الكلاسز تمبلمنت الانترفيس او تورث من الانترفيس. خلاص دي كانت خطوه اولانيه. خطوه اثنين، ظبطنا كل بروبرتي، ظبطنا كل بروبرتي من دول على مين؟ على المتغير بتاعها، ظبطنا كل بروبرتي على المتغير بتاعها، ظبطنا كل بروبرتي على المتغير بتاعها، ظبطنا كل بروبرتي على المتغير بتاعها. خلاص دي كانت خطوه 8 2.
خطوه 8 3 رحنا برمجنا الاد والابديت والديليت. ادي الاد اهي برمجنا الاد خلاص والابديت والديليت، وادي الديليت وادي الابديت المفروض برمجناها لان هي نفس الكود اللي احنا اتفقنا عليه. خلاص حلو. بعد كده 8 4 رسمنا الشاشه، بعد كده 8 4 رسمنا الايه؟ رسمنا الشاشه. هنبدا دلوقتي 8 5 اللي هو بدء برمجه الشاشه بقى، بدء برمجه الايه؟ الشاشه. ناخدها في فيديو تاني.